اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. هنتعلم في الفيديو بتاع النهاردة ازاي نعمل تنشيب للمفرش، يعني نخليه ناشف بالطريقة دي كده وغرزه باينة. معانا مفرش اهو، طبعا الفرق واضح بين المفرش ده والمفرش ده. هنخلي المفرش ده زي المفرش ده بنفس الطريقة. هنجيب اي حاجة، طبق فاضي بس يكون غويط، هحط فيه ربع كوباية مية ساقعة، وهحط فيه معلقتين نشا، واحد كده اتنين، واقلبهم في بعض لحد ما النشا يدوب خالص. بعد كده هجيب كوبايتين مية سخنة، مية سخنة خالص البخار بتاعها باين دي كده كوباية. هجيب كمان كوباية، هحطها عليهم. يبقى كده حطيت ربع كوباية مية ساقعة مع معلقتين نشا، بعد كده حطيت كوبايتين مية سخنين، كده النشا داب. هجيب المفرش، المية السخنة مش هتكشكش ولا حاجة، هحط المفرش في النشا والمية، وهحاول افرد فيها في المية. هسيبه في المية السخنة حوالي ربع ساعة قبل ما المية تهدى، وافرد الغرز برضو وهو في المية. يبقى هسيبه في المية لحد ما المية تهدى، وهوريكم هنعمل ايه تاني، وهرجع لكم تاني هوريكم هنعمل ايه. ورجعت لكم تاني بعد ما فات ربع ساعة. والمفرش في المية هبدأ اشد في الغرز بتاعته، وبعد كده هعصره من المية، بس مش هعصره بالطريقة دي، طريقة الضغط. كده خلصنا المية، هجي هكون حاطة طبعا فوطة قطن او اي حاجة قطن عشان تشرب المية، وبفضل افرد في المفرش كده. طبعا لو في بلكونة ممكن تحطيه في الشمس بينشف على طول، انما لو هتحطيه جوه البيت بيفضل حوالي يوم قبل ما ينشف والغرز تبان. طبعا ما ينفعش ننشره بمشبك علشان لازم يفضل مفرود على سطح مستوي. فلو في بلكونة في الشمس الصبح هينشف حوالي ساعتين بالكثير قوي، بس لازم برضو يفضل على حاجة مستوية عشان الغرز تثبت والشكل يبان. بفضل اشد فيه كده وبفرد، بفضل افرد في الغرز. الغرز
لا طبعا لو المفرش فيه شغل كتير ان فيه غرز وبروس، بثبتهم بالدبابيس علشان يفضل واخد الشكل بتاع البروس بتاعته. وبفضل سايباه كده حوالي يوم او يوم كامل وبعد ما ينشف والنشا يتشبع فيه. بعد ما ينشف هتبقى معانا النتيجة النهائية بالشكل ده كده، مفرش ناشف. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.